خلال حلقتنا اليوم رح نتعرف على عادة صحية متعلقة في العمل المكتبي. عادة صحية بعيدة طبعاً إنه لازم تكون الإضاءة سليمة ولازم تكون التهوية جيدة في المكان اللي عم نشتغل فيه. العادة اللي رح نحكي فيها اليوم هي عادة برضو تتعلق في الجلوس السليم وكيفية ضبط الإعدادات الموجودة في الكرسي على أساس ناخذ نتيجة سليمة ونقلل من المضاعفات اللي بتنتج من استخدام الكرسي لفترات طويلة. لأنه عادة معظم الناس اللي بيمارسوا العمل المكتبي لفترات طويلة بيشتكوا من مشاكل صحية بأماكن مختلفة من أجسامهم وخاصة في العمود الفقري. أول شغلة رح نعملها بإعدادات الكرسي اللي هي ضبط ارتفاع الكرسي. زي ما حنشوف هلا هون في مقبض عاده بالكراسي المخصصه للمكاتب نتحكم فيه في ارتفاع وانخفاض الكرسي وراح نحاول ننزله بحيث انها تصير الركبه بزاويه 90 تقريبيه. زي ما صار عندنا توافق ما بين الركبه وما بين الكاحل في توافق ثاني صار من خلال الاستقامه اللي صارت في هاي المنطقه ما بين مفصل الركبه ومفصل الحوض. احنا عم نشوف كيف صار، ما صار في زياده رفع او بوضعيه كثير نازله تحت. هلا هذا بسبب الالم في منطقه اسفل الظهر ومنطقه الحوض. هلا شغله ثانيه من الامور اللي بدنا نراعيها او الامور اللي الناس بيعملوها غلط اللي هم بيفتحوا ظهر الكرسي مثلا بهاي الطريقه وبياخذوا لورا، فهاي الشغله رح تعمل لنا حركات تعويضيه زي تحدب الكتفين اللي هي الكيفوزز، مشكله كثير ناس بيعانوا منها. هلا من خلال هاي الوضعيه احنا رح نلغيها او رح نحاول نتجنبها ورح نخلي الظهر بحاله استقامه زي هيك على اساس ما يكون معنا مدى انه الظهر يرجع كثير. واذا بنقدر نحط في بعض الاجزاء ممكن ناخذها لتثبيت منطقه اسفل الظهر بحيث انها تعطينا استقامه اكثر لمنطقه الكتفين ومنطقه الصدر او منطقه الظهر العلويه. هلا احنا عدلنا بوضعيه الكرسي، عدلنا اضفنا تمرينات خلال نهارنا، وفي شغله كمان انا بفضل انه نلغيها او نحاول نقلل منها قدر الامكان وهي استخدام التكييف. احنا ممكن نستعيد عن المكيف بالهواء النقي بحيث انه بنقلل من المضاعفات اللي ممكن تنتج عن التكييف وبنفس الوقت بنستفيد.